بخير صافا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فيديو خدمت خدمتك الحمد لله لكن ان شاء الله الحمد لله الحمد لله راك لاباس الحمد لله il faut l'assister il faut le surveiller راكم ها جنون دوت با هكذا ولا اكثر لانه الفعل اللي شفناه شفناه كان قادر يؤدي للموت ولا للكسر ولا للعطب ولا كذا الحمد لله الحمد لله هذا واجب وجودي هنا رفقة السيد المدير العام للأمن الوطني لنطمئن على صحة الشاب الشرطي الذي أمس تعرض إلى فعل كيف وأنه فعل إجرامي بأتم هنا في عمل يعني عمل يعترف به داخليين وخارجيين يعني في السعودية مش كل المواطنين اللي يقوموا بهذه الأفعال ولكن نقول أنه بالنسبة للشعب الجزائري الأمن والجيش ومنهم هم من أبناء هذا الشعب فلا بد علينا كلنا أن نقدر هذا كان قادر أن الشاب يفقد حياته كان قادر أن يصبح معطوب ابتداء من لماذا هذا الشيء وخاصة أن هذا المواطن